Muhammad jechun nama hatufi sodu toko jechun dabar النبي يا ربي انت الجهد الفتح صلى الله عليه كان قولي صادين فارس دبتي صلى الله عليه سميت الوامي ولين دبتي صلى الله عليه خلقي بلدي إسان إرقدي وفي بجالتي جالة جفتي بك ولالة عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه أباتي حبيبي دمسهم دكامة عيتي حلاقة لكن لازي تعمى لنقرا ولا جبري هلونا ملاس ردا ارسوك موتوما اني ما تقودا لما نسل الناقر نستر لما لورا نليون يكونا يوم دعورا عباتي حبيبي دمسهم دكامة عيتي حلاقة لكن لازي تعمى لنقرا ولا جبري هلونا ملاس ردا ارسوك موتوما اني ما تقودا لما نسل الناقر نستر لما لورا نليون يكونا يوم دعورا يا رسول الله يا تصدبي وساو مشرك وقرنيا تمرك متاجاك ملتنيا كشفت ورنيا يا عند ورنيا سبالن سمالن بزيبا قرنيا تاسرو توسد لالله ملكتنيا قالون يا فرس ملاس واجقنيا متفرد بتسراون يا قنيل يطور ونجلنيا مهرت لله الله يعطيكم العافية وشكرا لكل من عزانا شكرا لكل من دعا العزيز الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. سبب وفاة عزيز الله يرحمه ما كان في شيء نهائيا, أزمة قلبية الله يرحمه وقف قلبه وتوفى الله يرحمه. طبعا القصة أن عزيز ما في شيء أبدا عشان ما يكون في تأليف من الإعلام, عزيز ما كان في شيء نهائيا. رسالة للمشاهير, مشاهير الانستغرام والسناب شات والتيك توك والتويتر, ادري انه يتابعونك ملايين لكن والله ثم والله انك سوف تنزل قبرك. كل يوم كل يوم نشوف مشاهير تموت, لكن عمرك سألت نفسك يمكن يجي الدور عليك؟ يمكن يجي الدور علي؟ يمكن يجي الدور على كل واحد منا؟ فاتق الله فيما تنشر, اتق الله عز وجل في المنشورات اللي تنشرها, والله ثم والله سوف يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن كل مقطع وعن كل موسيقى وعن كل بنت وعن كل معصية جاهرت بها الله عز وجل في السناب شات وفي الستوري وفي المنشورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون, أي اللي جاهروا في المعصية. إياك ثم إياك إنك تنسى مراقبة الله لك, تتغافل عن نظر الله لك. ثم من الآن كل يوم نرى مشاهير يموتون, واليوم قبل امبارح وفي كل يوم وغدا والاسبوع القادم كل يوم وناس تموت. فهلا اقبلت وتبت ورجعت الى الله وغيرت محتواك؟ لان الله عز وجل سوف يسالك عنه يوم القيامه. سبب وفاه عزيز الله يرحمه ما كان في شيء نهائيا, ازمه قلبيه الله يرحمه وقف قلبه وتوفى الله يرحمه. طبعا القصه ان عزيز ما في شيء ابدا عشان ما يكون في تاليف من الاعلام, عزيز ما كان في شيء نهائيا. خمسة الصبح تقريبا قال يزن روشني, استغربت أنا قلت لا يا عزيز تروش برد عليك وتمرض. قال لا أمانة تروشني. أنا يعني خفت استغربت, أول مرة يطلب طلب يتروش الساعة خمسة الصبح. الله يرحمه روشته ولبسناه ونشفناه, نام قام الظهر
قمنا ما قام الله يرحمه متوفي، ودنا المستشفى وسووا له انعاش الله يرحمه متوفي. انا حسيت يعني خلاص ودعنا، لانه قال يزن سامحني وتروش بهالوقت ويقرا اذكار، اقول يا رب يا رب سامحني يا رب ايش فيني، ما ابي اقول الا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. هذا الشهر نبوي باكمله، نبي صلى الله عليه وسلم سنة نساء تاريخ اتشاون بسرد بچان مالفو لمن اندما وراغن نقراتشو هالو اندما التاوكوت يو سو اللجن متودوت كسوست نقر لاندونا اما سو يو يا يمتودو سو يوال الله تشوبت ام تلك ولتا عالا بيهو تاچو زمن ما ترسوت تلك ولتا ولو الله تشوهال يوال الله تشون ولتا بذكراتشو باستاو وساتشو كتر يان سو تاستاو وسوتنا ማንሳታችሁ አይቀርም ፍቅራችሁ ይደምቃል እንደገና ይበለጽጋል ወይማ አንድ ሰው በጣም ምትወዱት ለውበቱ ነው ሴት ወንድን ወንድ ሴትን እንደሚወደው ወይንም በጣም መልኩ ያማረን ሰው እንደምንወደው ሶስተኛው የሰው ልጅ የሚወደድበት ምክንያት በጣም መልካም ስነ ምግባር ስላለው ነው በሰዎች መካከል ቆሞ ሲጓዝ የሚታይ የሚራመድ ስነ ምግባር ስላለው ነው ሶስቱም ነገሮች ግን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ውስጥ በተሟላ ሁኔታ አሉ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجيك بتام يا مارو سوناتشو كما يقول جابر بن سمورة جابر بن سمورة عند وقت رأيت النبي رأيت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأضحيان أو القمر فيه المقمرة قمر راسو عندنا قمر باماري شركة وراسو በጣም በተዋበችበት ለሊት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸውን ተመለከትኩት ወኩንቱ አሚሉ النظر بينهما በሁለቱ መካከል ፊቴ ይዋልል ነበር ማን ነበር በጣም የሚያምረው ይያልኩ ማለት ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታ ያለው ከዛ ዞርና ያዛችን ቀመር ፊታ ያለው በኋላ ግን ተገለጠልኝ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من ذاك القمر كذا شرك أجيك بتا أمي أمارو نبرو نبيو صلى الله عليه وسلم إلان نبيو صلى الله عليه وسلم يمي أمر أرنقواري شال كيمن متى الله تشونا لبسوت بلبسوت وقت براء بن عزي بلال ما رأيتو أجمل رجل أندم وند يا مارا لأيهم عند نبيو صلى الله عليه وسلم في حلة همراء قلت أبت أمروكنا لذاك يقول محمد منير غضبان رحمة الله تعالى عليه قربة قماش يوسف عليه السلام تسطت كهنا قربة ملونة نبي صلى الله عليه وسلم تسطت شوالي نعم لمودد عند مكنيات يسولي جاقين توال كلتن يوم مكنيات عشو من دنو سنم اقبار عشونو سنم اقبار عشون الله عز وجل يقلت أبت قلت أبت أم بكينو وإنك لعلى خلق عظيم على أنت ጾም ታላቅ በሆነ ስነ ምግባር ላይ ነህ አላሁ አዘ ወጀል የተጠቀማቸው ቃላቶች በአረብኛ ቋንቋ ማሰሪያዎች ናቸው ከዚህ ውጪ የስነ ምግባር ልኬት አናውቅም እንደማለት ነው የውሃ ልኩ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስነ ምግባርን ስታነሱ የምታነሱላቸው የመጨረሻው የውሃ ልክ ናቸው لذاك وانك لعلى خلق عظيم على الله انك لعلى خلق عظيم እንዳለ እናታችን አይሻም ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስነ ምግባር ስታወራ كان خلقه القران ስነ ምግባራቸው ራሱ ቁርአኑ ነበር ትላለች وكان قرانا يمشي في الارض በምድር ላይ የሚጓዝ ቁርአን ነበር ትላለች ቁርአን በምድር ላይ ሲጓዝ መመልከት ከፈለክ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማለት ነው ስነ ምግባራቸው በዛ ለከ